أصلي سيد الوزير، مرحبا بك في صفحاتنا الثورية في فيسبوك. كما تعرف سيد الوزير، صفحات الفيسبوك أصبحت مؤثرة في المجتمع التونسي وعندها امباكت كبير في المجتمع. أول سؤال حابين نسألوه، تعرف سيد الوزير أهمية التشغيل كقضية رقم واحد في مشاغل التونسيين اليوم، ولكن للأسف فما استغلال لهذا المطلب اللي نابع من معاناة نتاع الشعب هذايا في مزايدات وتجاذبات سياسية. ورينا ولينا نسمع ونتفرجوا في التلفزة متاعنا كل يوم في برشا حوارات، التركيز كان على المشاكل، التركيز كان على الأداء الحكومي ما فماش أداء مرضي. فنحن اليوم قبل ما نجيو كعملنا طلعنا على الآليات اللي عملتها الوزارة، نعرفوا اللي وقع تصويب في المنحة متاع أمل، نعرفوا اللي وقع 75% معناها مشاو هباء منثورة قبل، نعرفوا المراجعة اللي صارت في قانون الاستثمار، تحذيرات للمؤتمر الوطني اللي باش يصير 21 و 22 ماي. سؤالنا السيد الوزير، ألا ترون أن الإعلام عوضا يبحث مع المعارضة على حلول بديلة هو يكتفي بعكس معناها بتنظير معناها بلغتنا التونسية؟ علاش هالمجهود الكبير اللي قائمة به الوزارة يمشي سودان ما نشوفوش في إعلامنا وما تشوفوش؟ لازم فما تناول معناها إعلامي العقيمة زي لازم تكون فما ما نعرفش اقتراح مراكز نداء مثلا كل ولاية تكون يعني متكونة من ناس مطلعين على الآليات هذوما ومهمتها تستمع لطالبي الشغل، توجههم للمصالح المختصة بطريقة أكثر فعالية وتساهم في خفض الاحتقان هذا الموجود كما نشوفه في الاعتصام الموجود هذا. برشا ناس يجيو هكاكا باش يعتصموا معلومة ما عندهمش، لأنه الإعلام مش قام بدوره، وزاد على خاطر مثلا ما يعرفوش كيفاش يتواصلوا مع الوزارة. شوف فما شكون يقول بالنسبه للاعلام هذه ظاهره مش كان على الوزاره فقط، يعني على البلاد الكل، يعني قاعدين نشوفوا اللي الاعلام عنده توجه معين كاني به يخدم في اجنده معناتها. فما شكون يقول يعني يقول الاعلام هذا كان في عهد بن علي يعمل بالتبندير، اليوم في عهد الثوره يعمل على التنبير، فهمت؟ التبندير والتنبير. لكن انا شخصيا لا، معناتها لا، معناتها ما نحبش نقول هذا، لكن نقول فقط ان الدور الحقيقي للاعلام هو انه يكون اعلام وطني. بمعنى شو انت؟ ان الاعلام انا من اشد الناس، وانا حقوقي من اشد الناس، اؤمن بحريه الاعلام وبحياد الاعلام واستقلاليته، لكن يجب ان يكون الاعلام يستهدف الحقيقه، يستهدف المواطن، يجب يعطي الحقيقه للمواطن. يعني كيف اللي عندك كاس ما تركزش على الجانب الفارغ والى حد انك تنسي المليان، والا فانك تولي تقوم بعمليه انتقال للوقائع وللتاثير في الراي العام. والاعلام راهو دور مش اعلام الناس، هو تكوين الراي العام. نقولوا احنا كاساتذه جامعيين نقول الماس ميديا ماهيش مش انفورم الفورم لوبينو بوبليك، يعني تكوين الراي العام. وانا نحيي بالمناسبه معناتها على الاقل الصفحات الثوريه في الفيسبوك اللي قاعده فعلا منخرطه في استحقاقات الثوره وقاعده معناتها ماشيه في الاتجاه ذا. الاعلام العمومي الموجود والاعلام الخاص السمعي البصري وخاصه معناتها الصحف، يعني كي تقرا صحيفه اليوم تلقى كان الويل والثبور في كل شيء، ما ثم حتى شيء ايجابي. لو كان اي صحيفه تقرا تلقى كان ما هو واحد. وهذا طبعا نقوله للاسف الشديد راهو ينخرط في مسار معادي للثوره. راهو اليوم ما احناش احنا في مرحله تداول سلمي على السلطه، ما هوش قضيه نحاربوا الحكومه الحاليه باش ناخذوا مكانها، راهو هذا غلط. راهو احنا اليوم المرحله نتاعنا مرحله تاسيس، يلزم الحكومه هذه تنجح ونحاولوا باش كل نشحوها، لان في نجاح المرحله الانتقاليه ونجاح للثوره هذا ما يجب ان نفهمه ونعملوا عليه. نرجع لوزاره التشغيل. وزاره التشغيل طبعا طبيعي جدا يقع التركيز السلبي على هذه الوزاره من طرف الاعلام. علاش؟ لان الوزاره عندها حقيبه التشغيل، والتشغيل احد استحقاقات الثوره، الأولوية الكبرى للحكومة هذه. أنا قلت في تصريحاتي رأي الحكومة مدى مقياس اللي قيسوا به نجاح هذه الحكومة هي مدى استيعابها ليد العاطلة على العمل. لكن يلزم نفهموا اللي التركيز هذا تركيز جزء كما قلت أنت، وتركيز انتقائي ويأخذوا كان في السلبية. الإيجابيات نسأل الإعلام هذا. فمشي تو من عام 2000 وانت جاي، فمشي وزارة في فمشي حكومة، ما نقولش وزارة التخطيط، قالت اللي مش شغل 100,000 تونسي في العام. 100,000 تونسي هذوما مضمونين في الجيب عندي بالنسبه لي انا كوزير التخزين في التشغيل. كل
اقصى ما وصلته الحكومات السابقه وحتى حكومه بن علي في ربيعها كما يقولوا كان ما تجاوز 50 60 الف، بينما المخرجات الطالبي الشغل السنويين زادوا كل عام هما تقريبا 90 الف. يعني وهذاك علاش كان ديما الفارق هذا يتراكم لين وصلنا اليوم 800 الف عطل على العام. اليوم كيف تجي حكومه تقول اولا الميزانيه نتاع الدوله 70% منها ماشيه للاستثمارات، الاستثمارات الكبرى العموميه واشغال وبنى تحتيه، وقلنا هذو مش شغلونا 50 الف تونسي، ما فماش حتى ميزانيه في تونس من عام 87 لليوم فيها الاستثمار العمومي بهذا الشكل. هو عندنا 6400 مليون دينار مليار، يعني هذه كلها ماشيين مش نضخوها في الاقتصاد في المشاريع الكبرى وخاصه في المناطق الداخليه والجهات الداخليه لان هي الاكثر محروم. هذه مش تشغل لنا 50 الف بالتقديرات الحاضره. بالاضافه لذلك الوظيفه العموميه على الرغم من ان الاداره التونسيه مش في حاجه لهذا، معناتها خاصه الميزانيه ما تسمعش باش ندخلوا ناس بهذا الحجم. قلنا 25 الف موطن شغل جديد في الوظيفه العموميه، هذا منه 75 الف. بالاضافه لذلك القطاع الخاص اللي قاعدين نعملوا فيه توا، يعني قلنا في التقديرات الحاضره 25 الف، هذه هي ال 100 الف واي مضمونه. بالاضافه لذلك ثم احتمالات، انا من بعد مده مش نمشي لقطر، في قطر مش نبعثوا 25 الف ماشيين الغادي، واش يقولوا لنا اعطيني شي اليه باش الاطارات التونسيه الكفأة نبعثوها لقطر وتولي معناتها هذه 25 الف. ما نحكيش على الاحتمالات الاخرى والامكانيات الاخرى، هذا حق وهذا يتعدى الاعلام وهذا اللي حق يطمئن الاعلام، يقولوا لها راهو 100 الف عمره ما صار، وراهو هذا امر اساسي والحكومه لازم نعاونوها في هذا، وزاره التشغيل قاعده تخدم. ونجيك حكايه امل، هذه ما يسمى امل سيئه الصيت، هذه لازم يعرف الشباب التونسي يعرف اللي هي قرض من البنك الدولي ب طو دانتيري قوي، خذاه لنا الباجي قائد السبسي، وزع 360 مليار، هو في الجمله 420 خاطر 360 وزعهم فلوس، و60 مليار مشاو نفقات تصرف، 420 مليار هذوما مشاو لمنحه امل القديمه، بشكون اعطاها؟ اعطاها تقريبا 144 الف عطل على العمل، معناتها حمص وزبيب على بعض، ناس كل. وقت اللي جينا ولو هذا ما عطاهم؟ هو عطاه على اساس انهم يساعدوا الناس هذوما على البحث على العمل. لكن لقينا ما سماش بحث على العمل، بالعكس فما تراخي والناس ما عادش حد تخدم وتاخذ 200 دينار لان حتى تلقى في مكان اخر معناتها شغل ما تحبش تشتغلها لخاطر تعمل المقارنه. الناس هذوما قعدوا عام بطاله يشيشوا، البعض منه يشيش والبعض منه معناتها واحد ما فما حتى نتيجه، وخاصه المبلغ هذا وجه الى المدن الكبرى. للمدن الكبرى. وبالتالي قلنا هذا مال عام يرضى الشاب التونسي الوطن اللي قام بالثوره، نعاودوا نعملوا قرض اخر ب 420 مليار اخرى باش نوزعوه ونعاودوا نفس الربنوت. وكان كنا نعملوا في امور انتخابيه باش يقولوا اعطيه الصحه وزير التشغيل او جاب لنا مرحله امل. سهل، احسن حل عندي انا تو نجيب الفلوس ونفرق، لكن احنا ما نخدموش لا للحزب ولا للسياسه ولا للصوره، نخدم لمصلحه الوطن. هكذا مصلحه الوطن تقتضي اعاده النظر في هذه الاليات. هذه منحه امل ما عادش رديناها مكافاه التشجيع على العمل وصوبناها اولا باش نستهدفوا فيها الفئه النواه اللي اكثر معناتها ضرر في وضعيه البطاله. هو كل بطال متضرر، لكن في هذا ثم درجات، ثم الناس اللي عنده اكثر من 3 سنين بطال وعمره 28 سنه ودخل في مرحله الياس والنقمه. هذا خويا انا بالنسبه لي انا في هذا الاولويات هذا نعطيه اولويه. اثنين، الناس اللي عايشين في المناطق الداخلية هذوك ما عندهمش نسيج اقتصادي، يعني حتى تقول لهم شي لوش على خدمة ما يلقاش حتى شيء، ما ثم لا معامل لا ثم حتى شيء. هذوما إذا لازم نوجههم. النقطة الثالثة، يلزم السيد اللي مش يدخل في هذه تو مش نعطيوها المنحة، يلزمه فعلا يخرج في آخر العام أما يلقى خدمة، وإلا نعطيه مؤهلات إضافية تحين له سواء مؤهلاته السابقة، ونعطيه آليات باش يتعامل صفة أخرى مع ديناميكية الشغل. هذه مش نسميها مكافأة التشجيع على العمل، هي مكافأة ريكومبونس ماشي اندمنيتي، ماشي منحة، هي مكافأة ريكومبونس، وما هيش البحث النشيط على العمل، لا التشجيع على العمل. التشجيع على العمل إذا مش نعطوه لمن يستحقها
وهذوما اللي من يستحقوها سواء مستوى اجتماعي ولا عندهم ايضا الاستعداد الشخصي باش فعلا يولي يحارب معايا في سبيل انه ياما يزيد في مؤهلاته، يعني يقوي في امكانياته باش غدوه ولا في الاثناء يلقى العمل. بالاضافه لذلك عندنا برنامج كبير وهذا مش نركزوا عليه، هو ما يسمى الاستثمار الصغير، ميكرو فينانس والميكرو بروجي. هذا بشر الشباب هذا راهو يلزم توا وقت نعملوا الحساب ناخذ، ما نقولش العاطلين الكل، ناخذ حامل شهاده العليا. عندي 240 الف اليوم واش خدمهم هذو؟ لا النسيج الاقتصادي التونسي ما يجمش يستوعب، الوظيفه العموميه ما يجمش يستوعب. شو يلزم نعمل؟ يلزم نعطيهم او نعاون على انفسهم، نخلق فيهم ذهنيه المبادره وثقافه الاعتماد على الذات والمبادره، وفي الجهات نتاعها يجموا يلقاو بعض الخدمات الغير ملبات ويعملوا على اساسها مشاريع خصوصيه ليهم هم، ما يسميه الميكرو بروجي. الميكرو بروجي كان ديما شعار لكن كان يصطدم على واقع التمويل للاجراءات الاداريه. احنا خذينا في الوزاره اليوم اللي مش نربحوه من امل ومش نلمدوه من جهه اخرى، مش نركزوه على مساله الميكرو فينانس. هذو هم الميكرو بروجي. وذاك علاش انا دعوه لجميع الشباب في كل الجهات خاصه الجهات الداخليه، راه لازم كل واحد يلوج. بكره جاوني جماعه في ديبوزيت يحبوا يلوجوا، لقاو مشروع يعتمد على الظلف الهندي، الظلف الهندي والهندي هذاك باش يحبوا يحولوه، واحد اخر مش يعتمد على الكذا. يعني يلزموا نبحثوا على ما هي الامكانيات الجهويه اللي نستطيع استغلالها لي باش نعملوا مشروع صغير وعنده امكانيه كبار. وهذا مش نعملوا دي بلاتفورم ريجيونال في مش نعملوا المتداخلين الكل، وبل بالعكس مش نعملوا اكثر من هذا، مش نعملوا صندوق موحد في كل ولايه فيه التمويل وفيه الدراسة وفيه المرافقة وفيه الإحاطة والأفكار، ومحاولة أن نجيبوا خبراء باش حتى في كل جهة مش يقول مثلا القصرين شنية المشاريع التي يمكن تنجح من خلال احتياجات الجهة. وأكثر من هذا ليس فقط باش نعطيه التمويل، لكن وقت اللي يجيني شاب ويقول لي أنا عندي مشروع وهذا مشروع نخدم فيه، من وقت اللي يبدأ المشروع نعطيه التمويل، نعطيه الإحاطة، نعطيه المرافقة، نعطيه الآليات، لكن ونعطيه شهرية حتى ليه المشروع نتاعو يرضي. يعني هذا ما نسميه مرافقة مادية ومرافقة معنوية أو تكوينية. هذا شو نجمو نعملو؟ بلاد بلاد هذا شو نجمو نقدرو؟ ما فماش إمكانيات أخرى. ويمكن الشعب التونسي والشباب التونسي يفهم اللي راهي الثورة من جملة استحقاقات الثورة، وأن اللي هو البعض العربي، والبعض العربي أول شيء إحنا عندنا معناتها بلدان عربيه طالبه اليد العامله، وعملنا معها اتفاقيات ونحب لهم فعلوها، وهذه طريقه معناتها باش نفتح تونس على المحيط الاقليمي، ونستطيع بذلك ان معناتها نحل مشاكلنا. لان السوق التونسيه ما تنجمش نحلوا في 3 و4 سنين الجايه، هالتالي كان تاع 50 سنه. يعني هذا هو انا هازز معناتها في قلبي وفي كياني معناتها وضعية العاطلة على العمل، نحاول نوجدوا الآليات، لكن يا ريت نستطيع أن بعصا سحرية نحل المشكلة، لكن هذه ما نجموش لحد الآن. هذه إمكانية البلاد، مع أن الخيار واحد، إما نفتحوا الباب للخروج ونوزعوا عليكم الفلوس. وثم بلدان ومؤسسات مالية عارضة هذه، عارضة باش تغرق تونس بالديون. أنا كوطني ما يساعدنيش، وتجوع الحرة ولا تاكل بثديها، مستعد نقعد بطال وما نبيعش بلادي، ونتصور هذا كله يتقاسمون فيه كل الشعب. يلزم شوية صبر، يلزم شوية فهم. هيك علاش باش نعمل المؤتمر الوطني هذا، نحبوا كما قلت لك لأن قضية التشغيل سيسوها برشا. يعني ولات فيها مزايدات، أنا سمعت أحد القادة معناتها السياسيين يقولوا كان يعطوني الحكومة 3 شهور نحل مشكلة التشغيل. الاخر قال اللي راهو التشغيل حلوله موجوده ونجموا نحلوها ومزايدات. احنا نقولوا كفانا هذا، ما نلعبوش على عواطف الناس. انا نقول كما الاستقلال الوطني قضيه استحقاق التشغيل، راهي التشغيل قضيه معقده. وقال باش نعمل مؤتمر وطني باش نحبوا نحيوا هذه التسييس المفرط وهذه المزايدات حول التشغيل باش نفهموا نحكيوا خطاب واحد. وهيك علاش نحبوا نشاركوا الناس الكل، وان شاء الله العقل على العمل والشباب يفهموا ان التشغيل ما هوش انزل على البوطه مش تلقى شغل. راهو قضيه معناتها قضيه كبيره. هذا علاش؟ لان كانت كبيره كانت سبب الثوره، كون كانت صغيره كل واحد يحلها. راهو حل بن علي، راهو حل بن علي ومنع، اما مش القضيه هذه. وان شاء الله من خلال المؤتمر هذا يا سيد الوزير تتنحى الاشكاليه نتاع انه الناس
ما تعرفش هالانجازات هذوما الكل، والاعلام نتاعنا يجي يقرب للناس للاليات يعرف بها باش الناس تفهم وباش الناس اللي في الولايات تخلط لهم المعلومه. شوف انا ما نعولش على الاعلام الحالي، انا اعتبر الاعلام الحالي ما صعب جدا في الامد القصير باش يتصلح. انا نعول على الشباب ونعول على الفيسبوك ونعول على بعض القنوات القنوات تو مثلا كنت نسمع في الجزيره نقبلها، ما نقبلش التونسيه خاطر التونسيه ما تجي تنبر، باش تجي تنبر عارفها، نقبل قناه لان قناه يعني موحده. نتصور انه يلزم مجهود وطني باش لي على الاقل لتحييد السموم اللي يعطيها الاعلام هذا الرسمي، الاعلام العمومي والاعلام الخاص للاسف الشديد منخرط في اجنده معناتها لست ادري لا استطيع ان اصفها. يشكيوا منهم الوزارات الكل يعني. ولا هذا واقع لانه ما احناش نزيدوا فيهم، هذا واقع. هذا واقع. يعني كل ملاحظ يلاحظ. هذا الاعلام معناتها الحالي معناتها شنو هو حالي. فهمت؟ يعني هذا هو. شكرا يا سيدي. سيد الوزير بالنسبة للكلام اللي قلته هو كلام يعني مطمئن ممتاز، ولكن الشاب والشعب بصفة عامة يحب برنامج واضح بوقت محدد. هذا اللي يغيب ربما في كلام المسؤولين، ما فماش توقيت محدد بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة. ما فما خريطة الطريق مضبوطة بالأوقات مش من بعد نجم نحاسب الوزارة ولا نحاسب المسؤول ولا نحاسب، لما يكون كلام هكا ديما في المطلق معناها الشاب ينجم بعد شهر يجي يحاسبك بعد شهرين يجي يحاسبك. نعم نعم هكا علاش انا في ما قلتش مطلق، قلت لك 100,000 موطن شغل في سنة 2012 نحكي 2012. انا جبت على القروض اللي جبتها القروض هذه الصغرى القروض هذه من تو قاعدين نعملوا من تو، بالعكس احنا بدينا فيها من نهار الاول القروض الصغرى جيبوا لنا مشروع، وبالعكس برشا مشاريع وقع الشروع فيها. تبقى تقول لي مثلا هذا الشباك الموحد اللي باش تعملوا في الجهات وقتاش هذا قاعدين ساعين فيه، قاعدين ساعين فيه، ونتصور من هنا المؤتمر ان شاء الله من 21 22 ماي نكونوا عندنا. انا ما نخفيش عليك مثلا في صفاقس مبدئين يوم 19 ماي باش نعملوا بلاتفورم ريجيونال على الميكرو فينانس، لان نحبوا نشاركوا فيه خاصه الجمعيات، جمعيات المبادرين والباعثين والعاطلين على العمل والبنوك ومختلف الهياكل الاداريه المساعده على هذا. معناتها مش نعملوا ان كيف ناسيونال معناتها نسميه مش كيف ناسيونال نسميها معناتها كوميتي دو بيلوتاج ناسيونال، مش يكون بالعمل هذا قاعدين ساعين فيه معناتها. بالنسبه وانا نقول لك اي واحد عنده مشروع وناجح ومعناتها واحد يتفضل يجيب لنا المشروع نتاعو حتى الوزارة حتى نلقاو في الجهات نتاعو، وعندنا إدارة عامة عملناها من جانفي سميناها إدارة عامة المبادرين. واحد عنده مشكلة ما عندوش أرض حاجته يمشي لأملاك الدولة نمشيو ندخلوا له، واحد ما البي تي اس ما عادش تعطيه فلوس نكلموا احنا البي تي اس، واحد عنده معناتها ما يسمى اعتماد الانطلاق نعطيه احنا مباشرة. وأنا نحب نقول مثلا الرئيس رئيس الجمهورية معناتها خذا الميزانية نتاعو ونقص منها 20 مليار 20 مليون دينار وخلاها على ذمة معناتها الشباب اللي يحب يبعث مشاريع. هذه تو ما خذيناهاش على خاطر ما جاتناش مشاريع تستحق، وبالتالي هذاك علاش لازم نبحثوا فيه، وهذه كلها آليات راهو شوية بشوية مش تجي في وسط العام هذا، إن شاء الله من هنا معناتها الجوان كل حاجة تتحط في بقعتها.